الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة بها نفسه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن آله وعن الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بقوتك راية الحق والدين، وانصر جندك الموحدين. اللهم وحد صفوف المسلمين تحت راية الإيمان والتوحيد والقرآن يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم أعد للمسلمين مجدهم تحت راية القرآن يا رب العالمين. اللهم ارفع الهم والغم والكرب عن أمة محمد في كل مكان يا رب العالمين.
اللهم عليك بمن تآمر عليهم ومن قتلهم وشردهم وخرب ديارهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، في شهر شعبان، في شهر شعبان كانت أحداث عظام مرت على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. من الأحداث الكبيرة التي مرت في هذا الشهر هو تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، والله عز وجل دون ذلك في سورة البقرة. قال ربنا في بداية الحديث عن تحويل القبلة، قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. آيات تتلى في القرآن العظيم تبين ذلك الحدث الكبير الذي سنقف فيه على أربعة عناصر. العنصر الأول هو الوسطية في أمة الإسلام التي أهلتها أن تكون أمة شاهدة على نفسها وعلى الأمم. ثم الأمر الثاني وهو الوحدة المطلوبة من أمة المسلمين على مستوى الجالية، على مستوى الأسرة، على مستوى الدول، على مستوى العالم كله. ثم بعد ذلك سنتكلم على تحويل حالنا خاصة ونحن مقبلون على شهر الخير رمضان. يحول العبد حاله من حال حتى ولو كان في خير فليستزد في الخير، فما بالك إذا كان في معصية، فلا بد أن يحول حاله إلى طاعة الله رب العالمين. وأما العنصر الأول وقبل الحديث عنه، قال ربنا في القرآن: سيقول السفهاء. والعلماء وقفوا على السفهاء، منهم من قالوا أنهم اليهود، ومنهم من قالوا أنهم المشركون، لكن في زماننا كانت السفاهة أعمق مما يقوله اليهود ومما يقوله المشركون. بنظرة واحدة إلى إعلام الدول العربية ستجد من يجلس أمام التلفاز ويقول للناس إن محمداً وخديجة قبل أن ينزل عليه جبريل بالوحي كان نصرانياً وكان يتبع شريعة موسى، وهو هو يقول: ينبغي على المسلمين أن يحجوا إلى جبل الطور حيث كلم الله فيه موسى، فما فضيلة مكة على جبل الطور؟ وهو هو الذي يقول: اثبت لكم بكتاب الله وسنة رسول الله، ولو صدق لقال كتاب الشيطان وسنة الملاعين المنافقين الكافرين في الأرض أن الخمر حلال. ثم يخرج علينا شقي دعي حقير قزم منذ يومين يقول إن صلاح الدين أحقر شخصية في التاريخ الإنساني. هذا الجهول الغبي لو سمع ما قاله الكافرين المحاربين لأمة الإسلام عنه ليخرجن من حياته كلها، فلقد قالوا إنه رجل عدل ورجل خير ورجل كرم ورجل قيم. الكفار يقولون ذلك، من يدعون الإسلام في بلاد المسلمين يقولون ذلك. ولك أن تسمع في بلادنا كلها، أنا أدري أن مصر رأس الأمة العربية، فإذا كانت رأسا في الفساد فسينجر إعضاء البدن إلى الفساد أيضا،
وإن كانت رأس في الخير حول الله بلاد المسلمين إلى الخير. نسأل الله أن يصلحها وأن يأخذ منافقيها ومشركيها وملاحدتها وحكامها، ولا يبقي أحدا منهم على ظهر الأرض إلا من هو يعرف حق الله وحق رسوله. هذا سيقول السفهاء، هذا السفهاء. مش هنروح عند اليهود، احنا جينا عند الجماعة التانيين دول بس اللي بيدعوا ان هم مسلمين وبيقولوا احنا بنطور الخطاب الديني. وإذا كان السفهاء يقولون فكيف لأهل الحق يسكتون؟ هذا أمر عجيب جدا، أمر عجيب جدا في الزمن اللي فيه التواصل الاجتماعي سهل جدا، كل واحد فيكم ممكن يعمل قناة لنفسه ويدافع فيها عن الإسلام، كل واحد فيكم ممكن يشتغل في التواصل الاجتماعي مدافعا عن الإسلام بل وداعيا إلى الإسلام، بل وأعظم من ذلك يعلم الناس ما هو الإسلام الحقيقي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم جماعة يردون على أمثال هؤلاء التفهاء الحقراء السفهاء. والله عجيب أن يعلو صوت الباطل، ولا يعلو صوت الباطل إلا إذا سكت أهل الحق، إلا إذا سكت أهل الحق. الساعة خلت، خلت ليه؟ سجنوهم وقتلوهم وهجروهم، لكن الله سبحانه وتعالى فتح لنا منفذا آخر، فليعلو صوت الحق في كل مكان حتى يرضى الله عن هذه الأمة ويحول حالها، يغير حالها هذا من حال السوء الذي نحن فيه من فرقة وشتات وضعف إلى أمة واحدة تحت مظلة الإيمان والقرآن. سيقول السفهاء من الناس، الله ما قال عنهم إن هم يهود ونصارى بس، ولا قال عنهم مشركين وملاحدة بس، لا، ومنهم كمان، منهم الملاحدة الجدد اللي بيسموا نفسهم علمانيين في بلاد العرب أو ليبراليين في بلاد العرب، أو في الحقيقة لو بحثت في عقيدتهم سيفاجئك الشيء الكثير، ربما تتفاجأ أنهم في الحقيقة كفار، وقد تزيوا وتسموا بأسماء المسلمين ليطعنوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الله أكرمك بأن تكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا فعلت لأمة محمد؟ ماذا فعلت لأمة محمد؟ هل دفعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل دفعت عن الصحابة الأكرمين؟ هل دفعت عن القرآن الذي يقولون إن فيه أخطاء لابد أن تلغى؟ هل دفعت عن الذين يقولون إن الإسلام هو دين الإرهاب؟ هذا يقوله العرب، مش كفار اللي بيقولوه، العرب بيقولوا كده، العرب في تلفزيون العرب بيقولوا كده، الإسلام هو الدين الذي يفرخ الإرهاب، يبقى لابد من إغلاق كل مدارس القرآن ومدارس الدين والأزهر وكله كله لمدة 10 سنين. أمال مين اللي يعلم؟ الرقاصين والعاهرات، والعاهرات عشان يطلعوا شعب إيه؟ شعب شكله إيه؟ طب ما أنتوا أهل الحق وأهل الشرف وأهل الدين وأهل القيم، أين صوتكم؟ ولا بيكفيكم خطيب بس يقف يقول لكم كلام وسلام عليكم؟ مش هتنحل الأزمة، الأزمة تحل بكم أنتم، أنتم كل واحد فيكم من موقعه يدافع عن دينه بالقدر الذي يستطيعه، لأن الله قال في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على قدر طاقتك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، على قد ما ربنا يديك دافع عن دينك بخلقك بلسانك بعلمك بفهمك بالتواصل الاجتماعي هذا، أسمع صوتك للخلق، فإن صوت الحق نور، والله صوت الحق نور يصل لقلوب الناس بمجرد ما تخرج كلمات الحق، ما بتحتاجش إلى جهد كبير، ما بتحتاجش إلى جهد كبير، مجرد ما نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى يصل صوت الحق سبحانه وتعالى إلى الناس جميعا، إلى الناس جميعا. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله، اللي بيرد ربنا، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا مسلمين، قل لله المشرق والمغرب، إن قبلتي حيثما يوجهني ربي. إذا قال لي خليك ناحية المشرق مشي ناحية المشرق، ناحية المغرب ناحية المغرب، ناحية الشمال الجنوب، قبلتي حيثما يوجهني، فإنما أنا عبد طائع لله رب العالمين ملتزم بأوامره. والطاعة هذه كانت ظاهرة في تصرف
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ناحية المسجد الحرام للكعبة، هو في مكة، وأمامه المسجد الحرام والمسجد الأقصى. كان بيصلي فين؟ بين الركن اليماني والحجر الأسود. لما يقف في المكان ده ويقترب هذه القبلة يبقى أمامه الكعبة وبعديها المسجد الأقصى. ثم لما انتقل إلى المدينة، هذه الكعبة هنا، لما انتقل المدينة في هذا المكان أصبحت الكعبة فين؟ في ظهره. كم شهر؟ 16 أو 17 شهر. لماذا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه اقتبل الكعبة المسجد الأقصى. بعض أهل العلم يقولون كان النبي يتألف يهود العرب علهم أن يدخلوا في الإسلام، يدخلوا في الإسلام. وبعض العلماء قالوا لا، ده هذه كانت قبلة موسى وقبلة عيسى إلى أن حرفها اليهود وجعلوها قبة الصخرة. سابوا المسجد الأقصى ومسكوا في قبة الإيه؟ الصخرة بيصلوا فيه. إلى أن النصوص المتداثرة تبين أن القبلة الحقيقية هي الكعبة، حتى لموسى وعيسى. ببساطة كده، من غير يعني فلسفة كتير، من الذي رفع البيت الحرام بأمر من الله؟ إبراهيم. ولما رفع البيت الحرام ربنا أمره أن تكون إيه؟ قبلته. طب وموسى وعيسى من أولاد مين؟ إسحاق بن إبراهيم. فهم على شريعة واحدة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما يحسدوننا إلا على ثلاث. كل فيه أمر في اجتماع المسلمين تجتمع يحسدون عليه، على يوم الجمعة بيحسدون عليه، بيحسدون على يوم الجمعة ده. ليه؟ عشان إيه؟ عشان مجتمعين. هم مش عايزيننا مجتمعين، مش هم بيفزعوا في بلادنا دلوقتي وبيقطعوا الدولة الصغيرة، يقطعوها ثلاث دول وأربع دول وخمس دول، مظبوط ولا إيه؟ يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله إليه وضلوا هم عنها. ضلوا، معنى الضلال إن ربنا كان أمرهم أن يعبدوا ربنا في يوم الإيه؟ الجمعة، لكنهم حرفوا عنه. ويحسدوننا على القبلة التي هدانا الله إليها وضلوا هم عنها. القبلة دي رمز الوحدة، كلنا بنصلي الناحية دي بلا واحدة. كل ما في الإسلام بيجعل المسلمين أمة واحدة، ما بيجعلش الأمة أمة متفرقة إلا شغل المنافقين. المنافقين اللي بتسموا بقى بالقوميين العرب وغيرهم، منافقين، والناس اللي ما عندهمش دين، اللي ما عندهمش دين. فأصبحت الأقاليم دلوقتي كأنها إيه؟ أمة وشعوب. الأمة المصرية والأمة الفلسطينية والأمة السورية والأمة كم أمة مين؟ ربنا قال: وكذلك جعلناكم أمة، فيكم شعوب وقبائل، لكنكم أمة تعبدوا إله واحد، تنظروا لقبلة واحدة، تجتمعوا في الجمعة مع بعض، تؤمنوا بإله واحد، رسولكم نبي واحد، كتابكم القرآن الكريم كتاب واحد، الغاية والتصور عندكم واحدة، وهي رضوان الله سبحانه وتعالى. كلنا نفسنا ربنا ينقذنا من النار ودخلنا الجنة، يعني كل حاجة في الدنيا وفي الآخرة موحدانا. أمال إيه اللي مفرقنا؟ الشيطان، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأفكار التي يستوردها الناس من هؤلاء الأشقياء. إنما إحنا بنستورد أفكارنا من ربنا سبحانه وتعالى ومن نبينا، مش هنستوردها. ربنا عطهرنا هدية وجعل روح ينور به القلوب ويحيي به الأجساد الميتة والعقول الميتة، وينور به القلوب المظلمة والعقول المظلمة. القرآن الكريم قال: ويحسدونكم على قولكم خلف الإمام آمين. لما أنت بتصلي إمام وتقول ولا الضالين، الناس كلها تقول إيه؟ تخيل لو واحد قال آمين، هيعمل إيه في الصف؟ في شذوذ، مش كده؟ في شذوذ. واحد آمين، تروح تخلص مشوارك وترجع ورسك تقول حين، ها؟ سلام يا سلام، شذوذ. إنما إما الدماء معلوم آمين أو آمين معلوم، اجتماع
اجتماع كمان، اجتماع كل ما فيه وحدة. قال هدانا الله إلى قولنا خلف الإمام آمين، هذه من نعم الله على هذه الأمة، وهم ضلوا عنه، وهم ضلوا عنه لأنهم متفرقين. وإن كان عندهم صلاة، طبعا عندهم اليهود عندهم ثلاث صلوات، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة الغروب، إما فرادى وإما جماعات، لكن مش زي صلواتنا، لأن في انحراف، انحراف في كل شيء احنا نتكلم عنه في المظهر الثاني أو العنصر الثاني. العنصر الأول الطاعة الكاملة، إزاي الطاعة الكاملة في تحويل القبلة؟ لما راح النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، بقى ظهره فين؟ ظهره بقى للكعبة المشرفة. في هذه الأثناء يقولون أول من حول نفسه، حول نفسه ولم يصلي ناحية المسجد الأقصى، بل صلى ناحية الكعبة مباشرة قبل نزول الآيات، سيدنا البراء بن معرور. البراء بن معرور أسلم، وجه هو وقبلته عشان يبيع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وتعلم طبعا هناك بعض الإسلام، لأن في واحد فتح مكة، فتح المدينة كلها، سيدنا مصعب بن عمير بالدعوة إلى الله، هو أسعد بن زرارة رضوان الله عليهما. فهم جايين في الطريق، حان وقت الصلاة، فقام الناس يصلون فاتجهوا ناحية المسجد الأقصى. أما هو قال ما تطيب نفسي أن أستدبر هذه البناية، يعني أدي ظهري للكعبة، والله لأصلين تجاه الكعبة، ورح نتضير ونصلي ناحية الكعبة. لما ذهبوا إلى مدينة رسول الله سمع أن الله قد غير كعبة المسلمين، قبلة المسلمين، من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فين الطاعة هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وصلى معاه واحد من أصحابه. بعد ما خلص رجع لقبيلته في الطريق، عد على قبيلة أخرى كانت تصلي في مسجدها صلاة العصر أو صلاة الظهر، وكانوا ركوعا، فقال لهم أشهد بالله أنني صليت مع رسول الله وكانت قبلتنا المسجد الحرام. عملوا إيه بقى المسلمين؟ قال لك قضيها صلاة، خلص يا عم اركع وسمع الله من حمده واسجد وكمل صلاة وسلم. لا 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 لا، ما تفلسفوش ما تفلسفوش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لازم تسليم مطلق. ربنا سبحانه وتعالى حلف بذاته وجلاله وكماله في القرآن للتسليم المطلق. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انقياد، والانقياد لا يكون إلا عن طاعة، والطاعة لا تكون إلا عن محبة. قال الراوي فقال لهم أشهد بالله أنني صليت مع رسول الله وقد حول الله قبلته من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. أنا عايزك تتصورها تتصورها تتصورها. قال فداروا وهم ركوع، ما استناش يقول سمع الله لمن حمده عشان يعرف يعمل يوترن. ما هي يوترن، تخيل انا بصلي بكم عند الباب هناك، عند الباب اللي هناك ده، ووجهي ناحيه الصاله، واحد قال لنا لا ده القبله تحولت، هنعمل ايه ان شاء الله؟ هلف من اقصى اليمين او اقصى اليسار، انا الف ورايا طابور زي طابور النمل، يلف وينظم نفسه إلى أن يقف وينتظر في صفه، ولم ينتظروا لحد ما يقولوا سمع الله لمن حمده. هذا الدين، دين الطاعة، دين الاستسلام لله سبحانه وتعالى. والاستسلام لله هذا هو الذي يأتي بالنصر. في غزوة بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين أشيروا علي، أن كل واحد من الصحابة يقول كلمة، لحد ما جاب له المقداد بن عمرو وقال له يا رسول الله والله إننا بايعناك على أن ندافع عنك كما ندافع عن أنفسنا وأبنائنا ونسائنا، فسر بنا كيفما تريد حتى ولو وصلت إلى برك الغماد، يعني آخر مكان عند الحبشة بعيد خالص، معاك أنا معاك مش هنسيبك أبدا يا رسول الله، والله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى. شوف الفرق بيننا وبينهم، هم قالوا سمعنا وإيه وعصينا، سمعنا وأعصينا ليه، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. إنما إحنا نقول إيه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا، حتى ولم تعرف الحكمة. هو يعني المسلمين كانوا يعرفوا حكمة ربنا سبحانه وتعالى في تحريم الخنزير؟ لا،
لأن ربنا قال بس سمعنا وأطعنا لله ورسوله سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم. هذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم عند المسلمين، الطاعة الكاملة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الطاعة متمثلة في هذا الأمر. فانظر لنفسك، هل أنت تطيع أوامر الله كمثل هؤلاء الصحابة العظام، كمثل هذا الرجل الذي قام لرسول الله وقال يا رسول الله لن نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى إذا أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، لا، إنما اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. عشان كده ربنا قال له في سورة الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين من الطائعين من المستسلمين المنقادين المحبين لله ولأوامره ولنبيه صلى الله عليه وسلم. أحب الله أطاعه الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة بالأمة الوسط، والوسط يعني إيه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطية هذه الأفضلية والخيرية والعدول، إحنا دايما نقوله يعني خير الأمور إيه؟ أوسطها. مش كده إحنا صغارين كنت نشوف واحد طويل جنب واحد قصير ماشي جنب، تقول يا أخويا مفيش تناسب، مش كده؟ طويل ده أفضل له مش عارف إيه لمبة ويبقى عمود، والقصير ده يقول لك اقترب اتقي شر من اقترب من الأرض. لكن لو واحد وسط يقدر حد يتكلم عنه؟ لا. كذلك في الفضاء، إذا كانت الشجاعة وسطا فأقصى اليمين اللي بيكفروا ويفسقوا أقصى اليمين اسمه التهور ليس الشجاعة، وأقصى اليسار اللي هو التقصير الحاد والإيمان في القلب. وسيبك من الصلاة والحاجات دي، ما تبقاش دماغنا ولا حجاب ولا صلاة ولا زكاة ولا حاجة، بس احنا مؤمنين بيننا وبين ربنا أمام مالك أنت ما تدخلش بيننا، هذا اسمه التقصير، هذا اسمه الإيه؟ الخور والجبن. ما بين التهور والجبن الوسط. ايه الوسط؟ الوسط الشجاعة. فكذلك بين الشرائع التي نزلت، بين شريعة موسى التي سهلت الأمور على الناس لما جاءوا بزانية نظر في الأرض وقال من لم يفعل منكم ذنبا فليرجمها، لما رفع عينيه ما لقاش حد، وبين شريعة موسى التي كان إذا أخطأ ونظر إلى امرأة نظرة شهوة لا يقبل منه توبة إلا إذا خلع عينيه ورماها وراءها. هذه شريعة وذلك شريعة، جات عندنا إيه؟ استغفر الله العظيم. يبقى وسطية في الإيه؟ في العبادات، وسطية في العقيدة. فنحن لا نعبد آلهة متعددة، ولم نقل حاشا لله أن لله أب أو أم أو أخ أو صاحبة أو ولد، بل نقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسطية في الغايات، إذ أن كل واحد فينا مسؤول عن عمله أمام ربه. ما عندناش شماعة، ما عندناش المخلص عيسى يغفر لنا كل حاجة، لا ما عندناش كده. قال ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان إلا ما سعى. سيحاسب كل واحد فينا على عمله. وسطية في كل شيء، في الأخلاق، في المعاملات، في كل شيء وسطية. ولذلك استحقت بهذه الوسطية أن تكون أمة شاهدة، شاهدة في الدنيا وشاهدة في الآخرة، شاهدة على نفسها، ويكون الرسول بعد ذلك شاهدا علينا لتكون شهداء على الناس، ويكون الرسول شهيدا عليكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنس ابن مالك رضي الله عنه مرت عليه جنازة فسمع الذين يحملونها يقولون والله إنه كان رجلا صالحا، هذا رجل رجل صالح وكان بيعمل خير وكان بيأدي وبيفهم. فقال النبي وجبت ثلاث مرات، ما هي إلا دقائق، مر الناس بجنازة واحد آخر فقالوا إن هذا الرجل كان به وعليه أن يفعل سوءا. فقال النبي وجبت. الفقيه عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه بيراقب سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم دنا منه وقال يا رسول الله ما وجبت الأولى وما وجبت الثانية؟ قال أما الأول
أما الأول فقد وجبت له الجنة، وأما الثاني فقد وجبت له النار. ثم قال لعمر وللمسلمين الحضور: يوشك أن تعرفوا الصالحين منكم من الطالحين، فأنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض. إحنا كده نقول الإنسان ما بيسيبش إلا السيرة الطيبة، صح؟ صح ولا إيه؟ يعني لو واحد وحش وماشي تقول لك إيه؟ الله يسعده ويبعده. ده يعني الناس المحترمة يقولوا كده، صح؟ إنما لو واحد بقى كويس وخير، كل ما تسمع سيرته تقول الله يرحمه، الله يرضى عنه، الله يبارك فيه، والله ما سمعنا عنه إلا خير. هذا يكون عند الله شفاعة، عند الله شفاعة. ولذلك قال النبي: وجبت له الإيه؟ الجنة، مش الشفاعة، وجبت له الجنة. والتالي المكحوص: وجبت له النار. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما ميت مسلم مات وشهد له أربعة من جيرانه الأدنين القريبين منه بأنه كان رجلا صالحا، إلا قال الله عز وجل: قبلت منكم ما تعلمون عنه وغفرت له ما لا تعلمون. حديث صحيح، حديث صحيح، قاله في الترغيب والترهيب، ستجد صحيح صححه الألباني وغير واحد من الذين يشتغلون بعلم مصطلح الحديث. قبلت منكم ما تعلمون عنه وغفرت له ما لا تعلمون عنه. قبلها ربنا سبحانه وتعالى عند الموت، عندما يموت الميت. كان لابن عباس مولى يسمى كريب، ومات لابن عباس ولدا، فنادى في الناس أن هنموا إلى صلاة الجنازة، وتأخر ابن عباس. ثم سأل كريب: كم من الناس أتوا؟ قال: خلق كثير. قال: أيصلون إلى الأربعين؟ قال: نعم يصلون إلى الأربعين. فأخرج ابنه ليصلي عليه، يصلى عليه، ثم قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل حضر جنازته أربعون ممن لا يشرك بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. في رواية أخرى يقول: ما من ميت يموت فيحضر جنازته ثلاثة صفوف ممن لا يشركون بالله إلا غفر الله له. ربنا غفر له. سيدنا الإمام مالك راوي الحديث ده، فكان إذا حضرت جنازة ومعاه ستة من الناس يعمل إيه؟ يعملهم ثلاث صفوف، كل صف فيه اثنين. عشان كده يستحب تكثير الصفوف في صلاة الإيه؟ في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة يكثر الصفوف. هذه وسطية في الدنيا استحقوا بها أن يكونوا شهودا على الخلائق في الدنيا. ثم يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: يدعى نوح عليه السلام فيسأله ربه: هل بلغت قومك؟ هو أعلم، فيقول: نعم يا رب بلغت قومك. فيدعى قوم نوح فيسألهم ربنا: هل بلغكم نوح عليه السلام؟ يقولون: ما رأينا أحدا. ربنا يقول: فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما. 950 سنة يا أخي، 950 سنة، وبيقولوا ما رأينا أحدا. فيقول نوح: يا ربي سل أمة محمد، اسأل أمة محمد. هذه الأمة هذه أنا وإنت نكون شهداء على سيدنا نوح، أنا وإنت. ما يحدث بيننا من معاصي ومن ذنوب ومن أمور، هل إحنا فعلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أمة محمد اللي بتكذب وتغش وتنفاب وتخون، هذه أمة محمد؟ هذه أمة محمد التي جاء رسول الله ليخرجها من الظلمات إلى النور؟ لا، أمة محمد. إن شاء الله نكون منها، إن شاء الله نكون منها. هذه الأمة فيقول: يشهد لي أمة محمد. فيؤتى بأمة محمد فيسألهم ربنا جل في علاه: هل بلغ نوح قومه؟ يقولون: نعم يا رب. يسألهم ربنا وهو أعلم: كيف عرفتم؟ يقولون: أتانا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وقد أنزلت عليه القرآن وأخبرتنا فيه أن نوحا قد بلغ قومه
ثم يشهد رسول الله على شهادة الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هناك 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 عند ربنا سيدنا النبي يقول أنا وأمتي، ربنا يجعلنا وإياكم منهم، أنا وأمتي يوم القيامة على كوم، مكان مرتفع، مشرفين على الخلائق. ما من نبي، ما من نبي، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، إدريس، آدم، كل الأنبياء، ما من نبي إلا ود تمنى أن يكون من أمة محمد لعظيم كرم الله لهذه الأمة. إيه اللي حصل لهذه الأمة؟ ما الذي حصل له؟ أنا لن أسأل عن الأمة، إنما سأسعى للأفراد. أنا إيه اللي حصل لي؟ هل أنا عضو نافع لهذه الأمة؟ هل أنا استفدت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض الأحيان، لكنني أخطئ كثيرا. طب ما ربنا قال لي استفيد من تحويل القبلة، حول حالك إلي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أصلح حالك مع الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ومع ذلك رحمن رحيم، ليذيقهم بعض الذي عملوا. لا يا رب، لعلهم يرجعون، لعلهم يعودون، لعلهم يتوبون. خاصة وإحنا جايين أيام، خلاص أيام قليلة ويجي شهر الخير رمضان. كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: كان الواحد منا، أي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، يستحي من الله أن يدخل شهر الخير رمضان وفي قلبه ذرة حقد على أي مسلم. يستحي من الله، يستحي من الله، مش من الناس. مش عيب، مش عيب، حرام. العيب دي خربت الدنيا عند الناس، حرام. يستحي من الله، مش من الناس، يستحي من الله أن يدخل عليه شهر الخير رمضان وفي قلبه ذرة حقد على أي مسلم. إن استطعت أن تفعل ذلك فقد غيرت حالك، لأن موضع النظر لله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوب عباده، والقلوب التقية الصفية النقية التي لا تحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا على أي مسلم، هي القلوب التي يرفعها الله مع مصاف الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ذلك قدير كريم، أو كما قال التائب: من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وعلى من صار على نهجه واتبع هداه. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، تحويل القبلة فيها دروس كثيرة جدا، لكن يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى ما عرضناه أن يكون فيه غناء وكفاء، ونسأل الله أن ينفعني وينفعكم به، اللهم آمين. الأمر الثاني، إن شاء الله الأسبوع القادم عندنا محاضرة للشباب من سن 13 سنة، عندنا ضيف كريم أخونا الدكتور عماد بعيون، إن شاء الله تهيئة لرمضان. نرجو من الجميع أن يحضروا الشباب، الشباب اللي هو من 13 سنة إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله. كما قلنا الأنصار الشباب عندهم 99 سنة في الأنصار، إن شاء الله الجميع يحضروا، إن شاء الله يكون يعني إيفنت ناجح إن شاء الله لتبصير أولادنا وتهيئتهم لدخول شهر رمضان. أسأل الله أن يعني يعيننا على تربيتهم على الإسلام، اللهم آمين. الأمر الثاني، أكيد في عشاء في الأخير اللي كان عظيم، أكيد في عشاء، يقول سيكون في عشاء، سيكون
هو قال لي كده، فانا كتبت سيكون في عشاء غير عشاء، مش صلاة العشاء، في عشاء ان شاء الله فري؟ ان شاء الله ان شاء الله فري، في عشاء ان شاء الله فري ان شاء الله. ما كانش ده انتوا عرفتوه. ان شاء الله كذلك في طاوله في الخارج لاخواننا اللي عايزين يساعدونا في رمضان. رمضان شهر خير، وصالحكم القول رمضان بيبقى فيه ستريس كتير على الناس، ضغط كتير على الناس، الناس بتغير وضعها في النوم، وان كان بتقبل على الله سبحانه وتعالى، بس الشيطان برضه بيعمل غلطات كتير قوي. اه الشيطان بيتحبس، بس احنا قلنا البليه وشغته ما بيتحبسوش، اللي هم الصبيان الشياطين ما بيتحبسوش، اللي بيتحبس الليدرز بتوعهم الكبار بس، انما الصغيرين دول قاعدين لنا ليل نهار، سواء في الشوارع او في التلفزيونات او قاعدين على كتفنا يمسسون، فبيعملوا غلط كده للايه، لزياده الضغط على الناس. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الشهر شهر سماحه وشهر عفو وشهر خير وشهر مسامحه وشهر فضل من الله سبحانه وتعالى، والناس كلها تستحمل بعضها وتستقبل بعضها، نرجو من الله ذلك. لكن عشان الامر ده كمان لازم تساعدونا فيه، عايزين مجموعه من الاباء وكذلك الاخوات الامهات يكونوا فرنتير يساعدوا في موضوع رمضان الاولاد، اللي عنده استعداد لذلك ان شاء الله ربنا ياجره خير. وهذه صدقه، من لم يستطع ان يتصدق بالمال يتصدق بوقته، واللي يستطيع ان يتصدق بالاثنين ذلك خير، فابواب الجنه تفتح للسابقين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وعند الله لا يضيع ان احسنت نيتك. ثم استمر ذلك، استمرت تلك النيه حضورا في عملك كله ابتغاء وجه ربه الاعلى سبحانه وتعالى، نرجو من الله ذلك. كذلك اخواننا اللي عايزين يعملوا افطارات، عندنا يوم السبت، كل يوم سبت افطار، كل يوم سبت افطار، ده عام للناس. وعندنا كل يوم من اكثر من 8 او 10 سنوات او 9 سنوات افطار للشباب، كنا بدانا بخمسه لكن دلوقتي بيصل لحوالي 200 وشويه كل يوم. كل يوم من اراد كذلك ان يشارك بماله او بوقته او النصحي يسجل اسمه كذلك ان شاء الله على الطاوله في الخارج، ستجد ان شاء الله اوراق الفولنتير واوراق الاخوان اللي عايزين يساهموا اما بمالهم او بوقتهم او بنصحهم في موضوع الافطار والسحور ان شاء الله. اخيرا اخونا زبير والدته مريضه، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها، اللهم اشفها واشف امراضنا وامراض المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، ووحد صفوف المسلمين تحت رايه الايمان والقران يا رب العالمين، وارفع عن امه محمد الهم والغم والكرب يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين اذقنا برد عفوك ورحمتك يا اكرم الاكرمين. اللهم طاقت القلوب والعقول والابدان والاجساد الى رحماتك في بلاد المسلمين، فانزل رحمتك على امه الاسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استوى واستقيم وارحمنا وارحمكم الله.